ومتابعة لهذه التطورات معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي والكاتب بجريدة الرياض الدكتور حمدان الشهرية. دكتور حمدان مساء الخير، وبداية يعني الاعتداء الذي وقع اليوم على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد يأتي في سياق الهجوم الإيراني المتواصل ضد المملكة العربية السعودية والدول العربية والتدخل السافر في شؤونها، فضلا عما يعنيه ذلك من انتهاك للأعراف الدبلوماسية، كيف تقرؤون ذلك؟ نعم، أولا نرحب بكم وأهلا وسهلا بكم. طبعا ما تقوم به إيران أو ما قامت به إيران بكل بساطة يوضح إيران دولة الميليشيات، يوضح إيران التي تقوم على هذا العمل. يعني إذا كانت دولة مثل إيران تثير هذه المشاكل وتثير مثل هذه التدخل كما رأيناها في الحرم وفي المشاعر المقدسة، فلا نستبعد عنها لانتهاكها للمواثيق والأعراف الدولية واقتحام السفارة. نعم. إيران دولة ميليشيات تكشف عن وجهها الحقيقي التي كانت تحاول أن توري. إيران متضحة لنا من يعني منذ فترة طويلة، نحن وإخواننا في الخليج فقط هي تخدع العالم وتضع ما يسمى بهذه الحكومة حكومة العلاقات العامة لخداع الغرب وللتماهي مع الغرب عندما يريد استخدامها. لذلك هذا التدخل وهذا العمل الجبان الذي تقوم به إيران وعدم احترام حرمة لا كما ذكرت سلفا لا في المشاعر المقدسة في داخل المملكة العربية السعودية عندما يأتوا للحج، ولا في هذه حرمة المقار والبعثات الدبلوماسية الموجودة على أرض طهران. هذا يبين وبكل صراحة ولا يدع مجال للشك، وما محاولة توظيف يعني إعدام من سمي بنمر النمر إلا مجرد هذه يعني مجرد حجة تستخدمها، وإلا إيران هذه ممارساتها يعني ليست المرة الأولى تعلمون عندما تعتدي على السفارة السعودية، هذه المرة الثانية والثالثة، بل وكانت هناك أحد المرات كادت أن تغتال الآن وزير الخارجية وكان السفير السعودي السابق عادل الجبير الولايات المتحدة، والعديد والعديد من أعمال إيران الإرهابية التي نعرفها ويعرفها كل من طيب يتابع. دكتور إيران مصنفة أيضا عالميا كراعية للإرهاب وتنفيذ أحكام الإعدامات السافرة والصورية بحق أبناء شعبها، يعني هنالك إعدامات لا حصر لها، برأيك هل تحاول من خلال ذلك ومن خلال التصريحات التي يدلي بها مسؤوليها المستفزة تصدير أزماتها الداخلية وانتهاكها لحقوق الإنسان والتعمية على ما تقوم به من فظائع؟ يعني هذه في الواقع مصيبة، يعني لو كنت إيرانيا أنا لا استحيت أن أتحدث أو أن أهاجم غيري وفي داخلي مثل هذه المصائب. إيران مشكلتها أو نعرف أنها لا تستحي، دولة تكذب وتعرف أنها تكذب ولا تستحي من كذبها، تخدع ولا تستحي، تستخدم الشعارات الفارغة ولا تستحي. دولة بدون حياء، دولة مثل إيران يعني قد يعني لا أعرف ما هو الوصف الذي يناسبها. دولة تقوم على الكذب وعلى الخداع، بل هي دولة ميليشيات، هي دولة احتلت إيران في الواقع، هي دولة حرس ثوري وخامنئي، هؤلاء يمثلون إيران وهم الآن في الواقع احتلوا إيران وحاولوا يمرروا مثل هذا إلى باقي الدول العربية، يعني سجلها كما ذكرتم في حقوق الإنسان وفي قمعهم وفي تلفيق الجرائم كما ذكرتم في تقريركم لمواطنيها وحكم الإعدام كما ذكرتم أيضا في تقريركم الرائع الذي ذكرتم فيه أنه بمعدل كل يوم يعدم 3 أشخاص. لا هو دليل أكبر على هذه الممارسات الطائفية والعنصرية بل والغير قانونية الموجودة في إيران. إذا إيران نتحدث عن دولة خارج التاريخ، نتحدث عن دولة expired إن صح التعبير، منتهية الصلاحية، ليست دولة حتى ولا ترقى إلى مستوى الثورة، إنما فكر إرهابي احتل دولة. نعم. ويريد الآن أن ينشر هذا الفكر داخل كل البلدان. نعم. من الرياض المحلل السياسي والكاتب بجريدة الرياض الدكتور حمدان الشهري، شكرا جزيلا لك.